أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. نواصل بعون الله تعالى الكلام في التأصيل الشرعي للنيل من الشخصيات والرموز التي تجسد الباطل والضلال، حتى وإن كانت هذه الشخصيات أو الرموز محترمة ومبجلة لدى بعض الطوائف. وإن الذي نقصده من وراء هذا الطرح هو تبديد الوهم الذي أشاعه بعض المنحرفين وتبعهم عليه بعض غير ذوي الفطنة. هذا الوهم الذي يقول إنه ليس في شريعتنا ولا تعاليم أئمتنا عليهم السلام تعمد لإهانة رموز الآخرين. ليس سرا هذا الخلاف الشديد الذي ترون مظاهره بين تيارين رئيسيين في العالم الشيعي، أحدهما ينادي بضرورة إسقاط أو بضرورة السعي لإسقاط الشخصيات المناوية لأهل البيت عليهم السلام، إسقاطها عن القداسة والاحترام بما يؤدي إلى هداية الناس إلى الحق، وهذا يتطلب بطبيعة الحال تكثيف حملات النيل من هذه الشخصيات بإظهار مخازيها وموبقاتها وفضح جرائمها، كل ذلك طبعا بسلاح العلم والبرهان. هذا تيار يصارع تيارا آخر، هو ذلك التيار الذي يعاند ويعمل جاهدا على صد هذه الموجة لكي لا يتحرك ساكن، حرصا منه على بعض المصالح وبعض الامتيازات التي لديه. لهذا التيار مصالح وترتيبات وصفقات وأوضاع قائمة يريد الحفاظ عليها، وإن كانت هذه الأوضاع القائمة نتيجتها استبقاء احترام هذه الشخصيات الإجرامية واستبقاؤها في دائرة القداسة والاحترام والتبجيل، واستبقاء أتباعها تاليا في دائرة التغييب والتجهيل، فلا ينتقل أحد منهم إلى الحق، لأن أحدا ليس مستعدا لأن يضحي بمصالحه الدنيوية ليظهر له الحق، أو لأنه ليس مستعدا لأن يخوض غمار حروب وصراعات من أجل ذلك،
مع ما قد تفضي إليه هذه الحروب والصراعات من استشهاده هو. إذن إنه الصراع بين تيارين رئيسيين، أو بالأحرى الصراع بين عالمين، العالم الشيعي القديم والعالم الشيعي الجديد. يمكن لنا أن نسميه هكذا بلحاظ الحقبة التي نعيشها، وإلا ففي الحقيقة وكما تبين لكم فإن العالم الشيعي القديم الذي هو عالم الأئمة الأطهار وأصحابهم الأبرار عليهم السلام، إنما هو هذا العالم الشيعي الجديد الذي نسعى لتكوينه. في ذلك العالم، عالم الأئمة الأطهار وأصحابهم الأبرار، كان النيل من أعداء الله سمة بارزة وعلامة واضحة، كان منهجا برع فيه رجالات التشيع وجعلوا أرواحهم ثمنا له. إذن ففي الحقيقة إن العالم الشيعي الجديد الذي نسعى لتكوينه إنما هو في الواقع إحياء لذلك العالم، أو إحياء لذلك العصر الذهبي. وإنما نسمي هذا العالم بالعالم الجديد لأن ما سبقه كان هذا العالم الموبوء الذي نعيش فيه الآن، أو هذا العصر المظلم الذي دخلت فيه الخطوط والأحزاب المنحرفة وصارت فيه اللاعب الأبرز إن لم يكن اللاعب الأوحد، فانتشرت ثقافة الانهزام وثقافة القبول بالأمر الواقع، ثم تحولت إلى ثقافة تنظر لبقاء هذا الواقع، وكأن بقاءه هو ما يطلبه الشرع منا لا تغييره. من هنا نظروا لإبقاء أمثال أبي بكر وعمر وعائشة محترمين ومصونين لا يجوز التعرض لهم ببيان نفاقهم وكفرهم وأعمالهم الإجرامية، عملا بمبدأ احترام عقائد الآخرين ورموزهم المقدسة. هذا المبدأ الذي يعارض كتاب الله ويعارض سنة نبيه صلى الله عليه وآله ويعارض سيرة الأئمة الطاهرين عليهم السلام، كما تبين لكم من النصوص والأدلة والأمثلة الكثيرة التي ذكرناها في المحاضرات السابقة. بل نقول أنه لو أعرضنا عن كل هذه الأمثلة التي أثبتت نيل الأئمة عليهم السلام وأصحابهم من خصوص أبي بكر وعمر وعائشة، لو أعرضنا عن كل ذلك لكانت النصوص العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه النصوص كانت كافية لتصحيح قيام المكلف بثلب هؤلاء والطعن فيهم والنيل منهم توصلا إلى النهي عن موالاتهم التي هي منكر في ميزان الشرع. لا خلاف على أن موالاة أبي بكر وعمر وعائشة منكر في ميزان الشرع، كما أنه لا خلاف على أن موالاة أبي بكر وعمر وعائشة واتباعهم هو من الضلال، ونحن مأمورون بأن نبين للناس الضلال الذي هم عليه. قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه لطائفة من أصحابه كما روى شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه،
بينوا للناس الهدى الذي أنتم عليه، وبينوا لهم ضلالهم الذي هم عليه، وباهلوهم في علي بن أبي طالب عليهم السلام. إذن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يأمرنا بأن نبين للناس ضلالهم، فكيف يتأتى لنا أن نبين لهم مثلا أن موالاتهم لأبي بكر وعمر وعائشة ضلال؟ كيف يتأتى لنا ذلك دون أن نفضح هؤلاء ونذكر جرائمهم ومخالفاتهم للدين وخروجهم عليه وانقلابهم على رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده؟ هذا كله ماذا يسمى؟ يسمى في العرف، في عرف الناس، يسمى نيلا، أو يسمى طعنا، بل تسميه العامة سبا وشتما. ولكن ماذا نفعل؟ ليس أمامنا إلا هذا لإحقاق الحق وإبطال الباطل، ليس أمامنا طريق آخر. العجيب بل المؤسف حقا أنه صار القعود عن تبيين ما عليه الناس من الضلالة، صار هذا هو المعروف. القعود عن تبيين ما عليه الناس من الضلالة صار هو المعروف، وصار النهوض بذلك هو المنكر. حين تتكفل ثلة مؤمنة بإظهار الوجوه الحقيقية لأعداء وقتلة أهل البيت عليهم السلام، بدءا من الطاغية الأول أبي بكر بن أبي قحافة، وتقول هذه الثلة للناس: أيها الناس، إن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار، موالاتهم حرام واتباعهم ضلال. حين تقوم هذه الثلة المؤمنة بذلك، فإن حروبا داخلية قذرة تشن عليها، مع أن هذه الثلة هي التي امتثلت لأمر الإمام الصادق عليه السلام الذي يقول فيه: بينوا لهم ضلالهم الذي هم عليه. كيف يمكن التبيين إذن بغير هذا السبيل؟ الصراحة هي أن بقايا العالم الشيعي القديم لا تريد لهذا العالم الشيعي الجديد أن يتشكل على أسس الثقة بالنفس والشجاعة والإقدام، الإقدام في مواجهة الباطل وتبيين الهدى. هذه البقايا تريد إبقاء هذا السكون، هذا السكون الذي وإن أفضى إلى بقاء الباطل وازدياد رسوخه ورواجه عبر الزمن، فإن ما يعجبها فيه هو بقاؤها هي على قمم تلال من الأموال والقدرات والنفوذ والعلاقات، وهي ترى أن كل ذلك سينهار إذا ما تشكل هذا العالم الشيعي الجديد المشرق. ستفقد كل هذه الامتيازات، وستتحول بوصلة الأمة إلى اتجاه جديد لن يكون فيه لهذه المرجعيات أو القيادات الجبانة الدور البارز، بل سيتحول أبناء الأمة تلقائياً إلى اتباع مرجعيات وقيادات تتحلى بالشجاعة وتحمل الهم الشيعي الحقيقي في إسقاط رموز الباطل. لا أريد أن أصارحكم أكثر بتفاصيل العذابات
التي نتلقاها من هؤلاء. إنما الذي أريد أن أبينه لكم هو أن هذا العالم القديم إنما تشكل في غفلة من الزمن، أعني أنه لم يكن إلا حالة طارئة لم تعهد في المسار الزمني التاريخي لشيعة أهل البيت عليهم السلام. شيعة أهل البيت عليهم السلام كانوا كما تبين لكم يجتهدون في كل مرحلة من مراحل التاريخ، رغم الصعوبات، رغم الاضطهادات، يجتهدون في إسقاط رموز الباطل وتعريتها وفضحها. تلك كانت سجيتهم المعروفة عنهم، وقد بذلوا أرواحهم في هذا السبيل. إن بقايا العالم الشيعي القديم يحاولون إيهام الأمة أن الذين يعملون على تأسيس العالم الشيعي الجديد خارجون عن سيرة أعلام التشيع. يقولون للناس أن النيل من رموز الآخرين لم يكن من سيرة علمائنا، وأن هذه النزعة الجديدة في ترك التقية وإظهار القدح في رموز القوم هي نزعة شاذة عن سيرة علمائنا. هكذا هم يوهمون الناس. هذه ستكون نقطة بحثنا في هذه المحاضرة. هل أن هذه النزعة هي حقا نزعة شاذة؟ أم النزعة الشاذة هي نزعة أولئك الذين قعدوا عن إظهار القدح في رموز القوم فلم يكملوا ما بدأه علماؤنا الأبرار وما ضحوا بأنفسهم من أجله؟ يكفيكم لتعرفوا الجواب على هذا السؤال مراجعة مؤلفات ومصنفات علمائنا عبر التاريخ. طالعوه، انظروا كيف كانوا يحرصون على القدح في أمثال أبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه، يعددون من الأحاديث والأخبار والوقائع كل ما من شأنه تسقيطهم والنيل منهم. بل نستطيع أن نقول هكذا، أنه لم يكن يقر للواحد من علمائنا قرار إلا بذلك حقيقة. منذ فجر تاريخ التشيع ألف سليم بن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه كتابه الذي ضمنه عشرات الأحاديث في النيل من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية وأضرابهم عليهم جميعا لعائن الله. ماذا ذكر في كتابه؟ كثيرا من العناوين التي تندرج تحتها أو يندرج تحتها كثير من الأحاديث الشريفة في النيل من هؤلاء. ذكر في كتابه أن أول من بايع أبا بكر إبليس، وأن أمير المؤمنين عليه السلام قال ما مضمونه أن مساوي عمر وصاحبه أكثر من أن تحصى أو تعد. راجعوا انظروا في الكتاب. وذكر أن أبا بكر هو عجل هذه الأمة، وعمر هو سامري هذه الأمة، وأن أول من فتح باب الفتنة والبلاء على الأمة أبو بكر وعمر، وأنه ليس من دم يهراق بغير حقه، ولا حكم بغير حق، ولا حكم يغير، ولا فرج يغشى حراما إلا كان عليهما وزره، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أوعدهما النار، وأن إلى ما هنالك من
قوادح ومطاعن كثيرة. يحدث سليم عليه الرضوان بهذه الأحاديث، فيدونها تلميذه المتلقي منه أبان بن أبي عياش رحمه الله، ثم يستعظمها. أبان يستعظم هذه الأحاديث ويستصعبها ويضيق صدره بهذه الأحاديث. لماذا؟ لما تشتمل عليه من المطاعن الشديدة. فماذا يفعل؟ يأتي الإمام زين العابدين عليه السلام، وتكون المفاجأة أن الإمام عليه السلام يصدق ما حدث به سليم، ويترحم عليه، ويؤكد أن جميع المهاجرين والأنصار والتابعين هالكون في النار إلا من اتبع منهم أهل البيت صلوات الله عليه. يقول أبان عما جرى بعدما حدثه سليم بأحاديثه، يقول: فدفعها إلي وقرأها كلها علي، فلم يلبث سليم أن هلك رحمه الله. فنظرت فيها بعده ففضعت بها، يعني استفضعتها وأعظمتها واستصعبتها، لأن فيها هلاك جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصار والتابعين، غير علي بن أبي طالب وأهل بيته صلوات الله عليهم وشيعته. فحججت من عامي ذلك، فدخلت على علي بن الحسين عليهما السلام، وعنده أبو الطفيل عامر بن واثلة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من خيار أصحاب علي عليه السلام. ولقيت عنده عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله، فعرضته عليه، أي عرضت كتاب سليم عليه، على الإمام عليه السلام، أو على عمر بن أبي سلمة لأنه الأخير فالضمير يرجع عليه، فعرضته عليه وعلى أبي الطفيل وعلى علي بن الحسين عليه السلام ذلك، أجمع 3 أيام. 3 أيام أنا أعرض عليهم كتاب سليم وما جاء به من الأحاديث، 3 أيام كل يوم إلى الليل. ويغدو عليه، أي على الإمام عليه السلام، عمر وعامر، عمر ابن أم سلمة ابن أبي سلمة، وعامر ابن واثلة أبو الطفيل. ويغدو عليه عمر بن عامر، فقرآه عنده 3 أيام، فقال عليه السلام لي: صدق سليم رحمه الله، هذا حديثنا كله نعرفه. وقال أبو الطفيل وعمر بن أبي سلمة: ما فيه حديث إلا وقد سمعناه من علي صلوات الله عليه، ومن سلمان، ومن أبي ذر، ومن المقداد. فقلت لأبي الحسن علي بن الحسين عليهما السلام، القائل هو أبان بن أبي عياش، جعلت فداك، إنه ليضيق صدري ببعض ما فيه، لأن فيه هلاك أمة محمد صلى الله عليه وآله رأسا من المهاجرين والأنصار والتابعين، غيركم أهل البيت وشيعتكم فقط أنتم الناجون. فقال عليه السلام: يا أخا عبد القيس، أي يا أبان بن أبي عياش الذي تنتمي لقبيلة عبد القيس، يا أخا عبد القيس، أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن مثل أهل بيتي في أمتي كمثل سفينة نوح في قومه، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق
وكمثل باب حطة في بني إسرائيل، إلى آخر الحديث الشريف عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. الملاحظة هنا أن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه لم ينكر ما صنعه سليم، لم يقل مثلا لماذا حدث بهذه الأحاديث فتألف هذا الكتاب الذي يشتمل على مطاعن شديدة موجهة لأبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه، وهذا لا محالة، هذا الكتاب لا محالة أنه في يوم من الأيام في عصر من العصور سيقع بيد أعداء الشيعة فيتخذونه سببا لقتلهم وسفك دمائهم. لم يقل الإمام عليه السلام مثل هذا، رغم أن تاريخنا أثبت أن هذا المحذور قد وقع بالفعل. لا تاريخنا القديم فقط، أنتم راجعوا التاريخ المعاصر، راجعوه لتعرفوا كيف أن كثيرا من النواصب والإرهابيين قتلونا بسبب ما جاء في كتاب سليم. أو هل تظن أن الإرهابي الوهابي يتحمل أن يسمع مثل هذا الطعن الصريح في أئمته دون أن يفجر نفسه؟ دع سليم بن قيس الهلالي، دعه وخذ هذا المثال الثاني، صاحب الغارات أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن هلال الثقفي الكوفي رحمة الله عليه، هذا كان من علماء القرن الثالث، كان قد ألف كتابا خاصا اسمه المعرفة في المثالب والمناقب، حشى كتابه بعشرات المثالب والمطاعن في أبي بكر وعمر وعثمان، بالإضافة إلى مناقب أهل البيت عليهم السلام. المعرفة في المثالب والمناقب، الكتاب مقسم إلى قسمين مثالب ومناقب، وكأنه يقول أن ها هنا ركنان في الإسلام، براء وولاء. عندما ألف هذا الرجل الجليل كتابه في الكوفة جاءه زعماؤها الشيعة ونصحوه بأن يترك هذا الكتاب ولا يخرجه ولا يحدث به. لماذا؟ لأنه كتاب خطير فيه مطاعن في رموز القوم. فقال لهم متحديا: أي البلاد أبعد من الشيعة؟ أي أي بلدة مملوءة بالنواصب والمخالفين وليس فيها من الشيعة أحد يذكر؟ أي بلدة هذه؟ فقالوا له: أصفهان. أصفهان معروفة، كانت آنذاك بالفعل بلدة ناصبية بامتياز. هل تعلمون ماذا صنع هذا الرجل؟ حلف، أقسم وقال: والله لا أروي هذا الكتاب ولا أحدث به إلا في أصفهان، أتحدى الواقع، أغير الواقع، أصفهان ناصبية، أذهب إلى أصفهان وأحدث بهذا الكتاب. وبالفعل سافر هذا الرجل العظيم إلى أصفهان وحدث بكتابه هناك رغم المخاطر، فزرع بذرة التشيع في أصفهان التي هي اليوم ببركات جهوده وجهود أمثاله صارت أصفهان قلعة رافضية بامتياز. هذا مثال. مثال آخر، أحد أعظم فقهائنا الأقدمين
الشيخ تقي الدين أبو الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه، من علماء القرن الخامس. أطبقت الطائفة على جلالته ووثاقته وعدالته وفقاهته، وما زال كتابه الموسوم بالكافي في الفقه، ما زال هذا الكتاب ينظر إليه في الحوزات العلمية نظرة الإجلال والإكبار، ويستفاد منه في الحلقات الدرسية. هذا الرجل العظيم ألف كتابا بحمد الله ما زال بأيدينا، ما زال إلى اليوم بأيدينا. هذا الكتاب في علم الكلام، أي علم إثبات العقيدة. اسم الكتاب تقريب المعارف. في هذا الكتاب فصل كامل في فضح أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن أشبه، فضحهم بكل صراحة. وقد بوب أبوابا في النكير عليهم، سجل الأحاديث التي طعنت فيهم، أحاديث كثيرة، أنقل لكم واحدا منها على سبيل المثال للحصر حتى تستوعبوا كيف كان علماؤنا الأبرار يتقصدون النيل من هؤلاء المنافقين. وهذا التقصد منهم إنما هو تبع واقتداء بأئمتهم عليهم السلام، لأنهم إنما يروون أحاديثهم. روى عن الأصبغ بن نباتة أو نباته، وعن رشيد الهجري، وعن أبي كدينة أو كدينة الأسدي، وغيرهم من أصحاب علي عليه السلام بأسانيد مختلفة كما هو عبر أبو الصلاح الحلبي. قالوا: كنا جلوسا في المسجد إذ خرج علينا أمير المؤمنين عليه السلام من الباب الصغير يهوي بيده عن يمينه، هكذا يصنع، يقول: كنا جلوسا في المسجد، أي مسجد الكوفة، إذ خرج علينا أمير المؤمنين عليه السلام من الباب الصغير يهوي بيده عن يمينه يقول: أما ترون ما أرى؟ قلنا: يا أمير المؤمنين، وما الذي ترى؟ قال: أرى أبا بكر عتيقا، لأن اسم أبي بكر هو عتيق، أرى أبا بكر عتيقا في النار يشير إلي بيده يقول: استغفر لي. لا غفر الله له. هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي رواه شيخنا أبو الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه في تقريب المعارف بهذه الصراحة، يعني لم يحذف اسم أبي بكر ووضع مكانه مثلا رمزا كفلان مثلا، لا. وأمير المؤمنين عليه السلام هكذا طعن في أبي بكر وبين أنه في النار، وأنه يسأله الاستغفار وهو يرد قائلا: لا غفر الله له، أيضا يبين ذلك بكل صراحة، يقول: أرى أبا بكر عتيقا في النار يشير إلي بيده يقول: استغفر لي. لا غفر الله له. هذا مثال أيضا جلي على ما نقول. أما العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، هذا العملاق يخصص من موسوعته العظيمة بحار الأنوار، يخصص منها أبوابا بأكملها لذكر المطاعم. أنا أنقل لكم بعضا من عناوين هذه الأبواب فقط حتى تتخيلوا ماذا يمكن أن يندرج تحت هذه العناوين من الأحاديث والمطالب، بمعنى أنه إذا كان عنوان الباب بهذه الخطورة
فماذا يكون وراءه؟ من الأبواب التي وردت في المطاعن في البحار باب كفر الثلاثة، أي أبي بكر وعمر وعثمان، باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم. باب آخر في ذكر أهل التابوت في النار، وذكر فيه أن أهل التابوت في قعر جهنم هم أبو بكر وعمر وعثمان ومن أشبه. باب في تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم، وفيه 7 طعون. باب كامل في تفصيل مطاعن أبي بكر. باب في تفصيل مثالب عمر وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه، وفيه 19 طعنا. باب في تفصيل مثالب عثمان وبدعه والاحتجاج بها على المخالفين بما رووه في كتبهم وبعض أحواله، وفيه 20 طعنا. ثلاثة مجلدات هي المرقمة بأرقام 29، 30، 29، و30، و31. 3 مجلدات من موسوعة البحار هي مجلدات المطاعن، وفيها التكفير الصريح لأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وبني أمية وبني العباس ومن إليهم. وبعد هذا يقال: لم يكن من سيرة العلماء النيل من رموز القوم. لا أدري أين يعيش هؤلاء الذين يقولون هذا القول. ثم يأتي تلميذ العلامة المجلسي المتتبع الخبير المحدث الجليل الشيخ عبد الله ابن نور الدين البحراني رضوان الله تعالى عليه، يأتي هذا العلم ليؤلف موسوعته الكبرى عوالم العلوم، عوالم العلوم والمعارف. هذه الموسوعة التي تقع في أكثر من 100 مجلد، يبدأ فيه من الباب أو من الكتاب 13، يبدأ من الكتاب 13 بذكر المطاعن، وفيه الباب الأول عن أبي بكر ابن أبي قحافة تحت عنوان كفره ونفاقه إلى آخر قبائحه وموته. أيضا يؤلف شيخنا الأجل رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه، يؤلف كتابه القيم مثالب النواصب. ماذا يصنع به؟ يدرج فيه الأحاديث القادحة في أئمة النواصب، ثم يشرح فيه ما كان يكنى به ويرمز به من أسماء اللعناء عند التقية من المخالفين. كانت عادة الشيعة أو طوائف من الشيعة في تلك الأزمنة الخانقة أنهم حين يكتبون الأحاديث التي تطعن في هؤلاء يستبدلون مثلا كلمة أبا بكر بكلمة أبي الفصيل مثلا، أو عمر بكلمة عتل مثلا العتل، أو مثلا أبا بكر وعمر فلان وفلان مثلا،
وأمثالها. ألفاظ: العجل والسامري والعتل ونعثل والزنيم وما إليها. يأتي الشيخ ابن شهر آشوب ويؤلف كتابه مثالب النواصب، يشرح المراد بكل واحد من هذه الألفاظ. يقول مثلا: المراد بالعجل أبو بكر، المراد بالسامري عمر، المراد بنعثل عثمان، وهكذا. وكأنه يقول: أيها المخالفون، لئن اشتبهتم في معاني هذه الأسماء في كتبنا فهاكم معانيها، تفضلوا، هاكم هذه المعاني ومن نقصد بهذه الأسماء حتى تتأكدوا أننا نطعن بأئمتكم وخلفائكم. هكذا يصنع ابن شهر آشوب، وهو من هو عندنا وعند علماء طائفتنا. وبعد ذلك يقال: لم يكن من سيرة علمائنا تقصد النيل من أعلام ورموز أهل الخلاف. أيها الإخوة، أنتم بأنفسكم طالعوا موسوعة الذريعة للعالم الجليل الآغا بزرق الطهراني رضوان الله تعالى عليه. هناك يعدد مؤلفات الشيعة قديما وحديثا، يترجم لأصحابها، يذكر نبذة عنها. هناك تجدون عشرات من المؤلفات التي ألفها علماؤنا خصيصا للنيل من رموز القوم، عشرات المؤلفات من أكابر علمائنا ومن أكابر أصحاب الأئمة الأطهار عليهم السلام وثقاتهم ووكلائهم. هذه مجرد أمثلة سريعة انتقيتها لكم من كتاب الذريعة لأسماء بعض هذه المؤلفات، فقط حتى يستقر هذا الذي نقوله في الأذهان. مثلا: كتاب المثالب لأبي محمد يونس بن عبد الرحمن الثقة المأمور بالرجوع إليه من الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام. هذه العبارات هي عبارات الأغا بزرق. كتاب المثالب لأبي الحسن علي بن مهزيار الدورق الأهوازي وكيل الأئمة عليهم السلام والراوي عن الرضا والجواد والهادي عليهم السلام. هؤلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام وثقاتهم، ونجد أنهم كانوا يؤلفون كتبا خاصة في الثلب، في مثالب ومطاعن، يوجهونها لأولئك الكفرة المنافقين المجرمين، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان ومن أشبه. كيف يقال بعد هذا أن أمرا كهذا لم يكن يرتضيه أئمتنا عليهم السلام؟ على العكس. كتاب المثالب لأبي جعفر محمد بن الحسن الصفار القمي صاحب الإمام العسكري عليه السلام، مؤلف الكتاب الشريف بصائر الدرجات المعروف، الثقة العين، كان من كبار أصحابنا القميين، توفي بقم سنة 290. مثالب الرجلين والمرأتين أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة للسيد الشريف العقيقي الرجالي أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن الحسين الأصغر بن زين العابدين السجاد عليه السلام، من أحفاد الإمام السجاد، ألف هذا الكتاب، توفي سنة 280 ونيف. لوامع السقيفة والدار والجمل والصفين والنهروان للشيخ الرئيس عبيد الله بن عبد الله السعد آبادي المعاصر للسيد المرتضى عالم الهدى. كتاب المثالب لأبي أحمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن
ابن جعفر ابن عبيد الله ابن الحسين الأصغر ابن زين العابدين السجاد عليه السلام المعروف بابن أخي طاهر، هذا أيضا من أحفاد الإمام السجاد عليه السلام، المتوفى سنة 358. كتاب المثالب لأبي محمد الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران الأهوازي من موالي علي بن الحسين عليهما السلام، كان من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام، وروى عنهم ترضى عنه شيخ الطائفة وصفه الأجلة بأنه ثقة، ذكر أنه السبب في تشيع علي بن مهزيار الذي ذكرناه وإسحاق بن إبراهيم الحضيني حينما قدم بهما إلى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إذن كانت سجيته في النيل من هؤلاء من رموز القوم. لم تتعارض هذه السجية مع جهوده في تشييع الآخرين، في هداية الآخرين، بل كانت طريقا إلى هدايتهم كما هو واضح. إذا كان هذا الرجل الجليل قد استطاع أن يشيع أمثال علي بن مهزيار على جلالة قدره، فإذن لابد أنه كان حكيما فيما يصنع. والحق هو هذا، أن الذي يتكفل حتى في عصرنا بتوجيه هذه الضربات العلمية البرهانية التي تسقط رموز القوم وهي رموز الباطل، هو الذي يكون أكثر نجاحا في هداية الناس إلى نور الولاية لآل محمد صلوات الله عليهم، وهذا كشفته التجربة التي على أيدينا. كتاب السرائر في المثالب لأحمد بن إبراهيم بن أبي رافع بن عبيد بن عازب أخي البراء بن عازب بن الأنصاري الثقة الكوفي ساكن بغداد وشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري أستاذ النجاشي وشيخ الطائفة الطوسي. هؤلاء من الأكابر، أساتذة للأكابر، وكانت هذه مهماتهم، كان هذا همهم، تأليف كتب المثالب. كانت الكتب آنذاك هي السلاح التي بأيديهم. لو عاش هؤلاء في عصرنا لوجدتموهم جميعا يؤسسون قنوات فضائية كي يركزوا هذا الثلب والطعن والنيل من رموز القوم كما هو واضح، لأنهم إنما استغلوا كل ما كان متاحا أمامهم آنذاك. فلو افترضنا أنهم عاشوا إلى زماننا لوجدتموهم أيضا يستغلون كل ما هو متاح في زماننا. كتاب المثالب لأبي جعفر أحمد بن الحسين بن سعيد الأهوازي الملقب بدندان. كتاب المثالب لأبي جعفر محمد بن بندار بن عاصم الذهلي القمي الثقة العين، يعني عين يعني وجيه في أصحابنا. كتاب منهج الفلاح للمولى محمد حسين بن يحيى النوري تلميذ العلامة المجلسي، يقول الآغا بزرق الطهراني أنه أورد فيه كثيرا من المطاعن والفتن بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. مجمع الفضائل لأرباب القبائح للمولى محمد كاظم بن محمد شفيع الهزار جريبي الحائري، أورد فيه رواية التبري من الجبت والطاغوت وسمى الثلاثة أبا الفصيل وأبا الشرور وأبا الملاهي، يعني أبو بكر أبو الفصيل وعمر أبو الشرور وعثمان أبو الملاهي. مثالب الأعداء أو لوامع السقيفة لأبي عبد الله الحسين بن محمد الحلواني، ذكره ابن شهر آشوب في المعالم. تشييد المطاعن للسيد محمد قلي ابن السيد محمد حسين النيسابوري الكنتوري والد صاحب العبقات
رضوان الله عليهما حقيقة، يقع في 3 مجلدات ضخام. مطاعن الثلاثة للشيخ عبد النبي ابن علي الكاظمي تلميذ السيد عبد الله شبر. الحميراء للسيد أختر حسين النقوي، وهو رد على كتاب عائشة الصديقة لأحد أعلام المخالفين. إيضاح دفائن النواصب للشيخ أبي الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان الفقيه القمي المعبر عن ابن قولويه بالخال، وهو أستاذ الكراجكي من علماء القرن الرابع. قال الشيخ العلامة الماهر الحاج ميرزا يحيى ابن ميرزا محمد شفيع المستوفي الأصفهاني إنه ممحض في المثالب، هذا الكتاب ممحض في المثالب. كتاب الخالدان لأبي الفضل عباس بن هشام الناشري المتوفى سنة 220 ويقال له عبيس، قال النجاشي أنه في المثالب. تكسير الصنمين للسيد جعفر المعروف بأبي علي خان الحسين الموسوي البنارسي الدهلوي المعاصر للسيد محمد قلي. نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت لنور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي المحقق الكركي الشهير رضوان الله تعالى عليه. نفاق الشيخين بالحديثين الصحيحين لمحمد قلي بن محمد حسين بن حامد حسين بن زين العابدين الموسوي النيشابوري الكنتوري والد صاحب العبقات أيضا. مصائب النواصب للسيد السعيد الشهيد القاضي نور الله بن الشريف المرعشي التستري رضوان الله تعالى عليه. ضياء الخافقين في شرح دعاء الصنمين للمولى محمد مهدي ابن المولى علي أصغر بن محمد يوسف القزويني، يقول آغا بزرق الطهراني، هذه عبارته بالدقة في ترجمة هذا الكتاب، يقول صنمي قريش وهما اللات والعزى أبو بكر وعمر. يعني يصرح الآغا بزرق أنه اللات والعزى أبو بكر وعمر، هكذا في كتابه مع علمه بأنه يقع عليه أو تقع عليه أنظار أهل الخلاف فيشحنون. متى ألف كتابه؟ في عصرنا، هذا معاصر آغا بزرق الطهران. وللعلم في الذريعة عشرات من الشروح لدعاء صنمي قريش لأكابر العلماء، من أراد فليذهب هناك وليراجع. هذه نماذج فقط من بعض الكتب المؤلفة في المطاعن والمثالب التي تخصصت بالنيل من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، وهي تثبت أن السيرة المتصلة من أصحاب أئمتنا مرورا بعلمائنا الأقدمين إلى علمائنا المتأخرين، هذه السيرة إنما هي السيرة التي تهتم بالنيل من هؤلاء الظلمة والطواغيت الذين حرفوا دين الله تعالى وسببوا تمزق الأمة وابتعادها عن أئمتها الشرعيين من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. بعد هذا، هل علمتم الآن من هم الذين شذوا عن سيرة العلماء؟ هل هم نحن الذين واصلنا هذه المسيرة المباركة؟ أم أولئك الذين خدعوكم فقالوا لم يكن من سيرة علمائنا النيل من رموز الآخرين؟ أينا الشاذ هنا؟ أظن الجواب صار واضحا. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله وله الشكر. بالله بمحمد علي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة بالأطهار.